شيء مو معقول ابدا. شبك انت متضايق؟ طول بالك. لك والله ما عم بعرف شو عم يصير. انا شو هالقعده اللي بلا طعمه بالمكتب الشباب؟ كرم حكي اخواتك خليهم يرجعوا على البيت. حاضر. عمو شو جاي على بالك اطبخ لك بكره؟ الله يخليك عمو. ماما بلا بدك تاكل. وقد وجد المنتج الفني المدعو مازن مقتولا في استديو التصوير الخاص به، حيث ان المغدور قد تعرض لعده ضربات على جمجمته بواسطه اداه حاده، وتجري الشرطه تحقيقاتها حول ملابسات الحادث، فيما لم توجه الاتهامات بعد حول حادثه القتل. والجدير بالذكر ان الحادثه وقع في منطقه البلديه جانب المركز الثقافي. جاي على بالك؟ والله ما جاي على بالي شيء. فعلا صدقا ما جاي على بالي شيء. بعد شوي ثاني بياكل. عفوا، ايمتى فينا نطلع من هون؟ هذا الشيء بقرره الدكتور، بس هلا لازم نقوم نتمشى شوي لانه انت بتعرفي انه ما عاد بيواتيك انك تضلي متسطحه، انت حامل. جود حبيبي رح روح شوي وارجع، خليك هون، خليك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.